لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله. هو احنا بنتكلم عن حاجة اسمها البي اي ام والريفت ام اي بي. البي اي ام دي فلسفة، فلسفة بتتكلم عن ان احنا نبني المبنى بطريقة نموذج زي الماكيت اللي موجود في المعارض، بس انا هبنيها على الكمبيوتر، فهبقى شايف كل حاجة في الشغل بتاعي، هبقى شايف الحيطان وشايف المواسير، هبقى شايف الحاجات زي ما هتبقى موجودة في الطبيعة، فلو في اي مشكلة هحلها وانا بصمم، مش هستنى لما تروح للموقع وتتنفذ وفي الاخر اكتشف ان في مشكله وافكر ازاي نحلها. لا، ده وانا شغال وانا برسم بتبان معايا المشاكل، فده بيوفر لي كتير جدا، يعني بيوفر لي ما يقرب من 20% على الاقل من تكلفه المشروع على الاقل. يعني المقارنه بين الشغل في الكاد والشغل في الريفت، الريفت بيوفر اقل حاجه 20%، اللي هي ايه؟ ان انا وانا بصمم بلاقي مشاكل بحلها في الريفت، في الكاد ما باخدش بالي منها، فوانا شغال بنفذ الموقع فعلا على الحقيقه الاقي نفسي مثلا عملت صاج ومفروض في هنا بايب هيمشي، فاضطر ان انا اشيل الصاج على اساس امشي الحاجات ديت، الاقي ان انا في حيطان اتعملت، الاقي ان في بعض الحاجات خبطه في بعض كلاشات، فاضطر ان انا ممكن اشيل شغل انا عملته، والشغل ده طبعا هيترمي، ما ينفعش الصاج افكه وابدا اركبه من اول جديد، فالصاج ده بيتكسر وترمي، زاد تكلفة العامل نفسه اليومية بتاعة العامل، فدي كلها البي اي ام بيحلها. العلم ده بيتطور جامد جدا، العلم ده بيتطور جامد جدا زي كل العلوم. يعني احنا بنتكلم دلوقتي مثلا في على ما جهزنا للكورس دوت في ملتقى الدارين، خدنا فترة طبعا على ما ننظم ونتفق والحاجات دي كلها، الناس قوامين على الموضوع ربنا يجزيهم خير. كان العلم اتطور بره، كان في بعض التكنولوجيا طلعت جديده، في تكنولوجيا كتير كل يوم بتطلع، في ابحاث كل شويه بتطلع، في تطورات حصلت بعد برنامج الريفت دوت. فان شاء الله بعد ما نخلص الريفت هنلاقي نفسنا مثلا في محاضره تانيه يشرح نفس وركس، في محاضرات دلوقتي شغاله في كونتك اوف، في حاجات تانيه طلعت كتيره جدا. الصوت بيقطع، طب انا احاول اشوف موضوع الصوت دوت. في شوية تكنولوجيا كتيرة بدأت تظهر، تمام؟ فكل يوم الواحد لازم يشوف ايه آخر حاجات بتطلع ويحاول يحلها إن شاء الله. في يعني الريفت، احنا قلنا برنامج الريفت ده جزء من البي اي ام، مش البي اي ام كله ولا منافس البي اي ام، البي اي ام دي مجرد فلسفة بنشوف منها ازاي نبني مبنى بطريقة صحيحة جدا. Building Information Modeling، التكنولوجيا دي خاصة بالمباني مش زي الكاد عام، لا ده خاص بالمباني بس. انفورميشن، كل حاجة بعملها لازم اكون متأكد من البيانات اللي موجودة فيها، ادخل البيانات صح. لو هرسم صاج ارسمه صح، لو هرسم بايب بدخله دي هوت ووتر ولا كولد ووتر، لو هرسم كيبل تري بدخله برضو المعلومات بتاعته، اللايتنج بحطها بحدد كام فولت، فبمشي بالمعلومات سليمة جدا. موديلنج بعمل نموذج تام للمبنى. لما بعمل الباي ام اولا اسرع بكتير من الكاد، هو بتحس ان هو بطيء لان انت في الاول لسه مش واخد على الريفت، فما تقارنهوش بسرعتك في الكاد، انما الحاجه اللي لما بترسم في الكاد تاخد مثلا 10 اوامر، في الريفت ممكن تاخد امرين ثلاثه. لما بعمل حاجه في الريفت ممكن بزرار واحد يعمل لي كوردينيشن، يجيب لي ايه اللي خبط في ايه في ثواني، ممكن يعمل لي حصر، تمام؟ فلازم نتكل للبي اي ام، لازم نتكل للبي اي ام، يعني ده مش اختيار، يعني كل الشركات دلوقتي بدأت تتجه للبي اي ام. الريفت ده بداية ما تحط رجلك على الطريق، بعد كده بتلاقي تكنولوجيات كتيرة جدا ظهرت في الموضوع، فاحنا بنتابع كل شوية بنشوف التكنولوجيا جديدة جدا. الموقع بتاع اسمه هوس البيم، كل شوية ان شاء الله بنشوف ايه احدث التكنولوجيا بنحطها، ملتقى الدارين برضه هتلاقي بقى اخر تكنولوجيا موجودة. الريفت اقوى من الكاد بكتير، في اول محاضره احنا قارنا بين الاثنين. الكاد برنامج عام، برنامج عام يعني ايه؟ يعني ممكن اصمم بيه ملابس، ممكن ارسم بيه عربيات، ما بقاش فاهم ان برسم ايه، فاهم ان ده خط ان ده قوس ان ده دايره،
بس مش فاهم ان ده بايب، ان ده دكت، فما اعرفش يحصل وما اعرفش يعمل كوردينيشن بينهم، مش هيفيدني جامد. هو مجرد بس بيديني شكل، هو مش فاهم اصلا ان هو بيرسم ايه، انا اللي بتخيل انا راسم ايه، تمام. انما الريفت هو متخصص في البيلدينج، فبلاقي فيه زرار بيقول لي مثلا هترسم بايب، واحد تاني هترسم دكت، هترسم هتحط اير تيرمينال، تمام. طيب ان شاء الله لو حد عنده اي سؤال يكتبه، ان شاء الله هنجاوب عليها. المحاضره النهارده ان شاء الله مش طويله، احنا مجرد بس بنحاول نجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله. وفي حد سأل سؤال، ازاي لو انا كهروميكانيكال ارسم الحاجات الحيطان بتاعتي او الحاجات البسيطه اللي انا محتاجها، مش لازم ارسم كل المعماري. هو في استاذ لينا اسمه المهندس محمد بسيوني كان شرح المعماري، والمهندس كمان شوقي كان شرح الانشائي، لو حد عايز يطلع ويتوسع فيه. بس هي الفكره احنا هنا مش هنشرح كل المعماري، احنا هنشرح بس الجزء اللي انا استفاد منه ككهروميكانيكا. الكورس ده استفاد منه ازاي؟ ابدا اسمع من اول محاضره، وهتلاقي فيه محاضرات كتيره موجوده على ماوس البيم وعلى منطقه الدارين، واي حاجه ان شاء الله بنجمع شويه اسئله ونروح نعملها في فيديو بحيث نجاوب على كل الاسئله، لان الاسئله غالبا بتتكرر بين الناس كلها. حاول تطبق في مشروع واثنين وثلاثة، حاول تطبق في مشروع واثنين وثلاثة. أغلب المشاريع الكبيرة بتتعمل بالريفت، ما ينفعش تعمل بالكاد، تمام. هل في برامج منافسة للريفت؟ اه، في برامج منافسة كتيرة للريفت، وأنا شغلت على بعضهم. ممكن تلاقي في بعض المزايا هنا وهنا، طبعا ما فيش برنامج هو التوب، ممكن تلاقي ميزة هنا وميزة هنا وميزة هنا. بس الريفت فيه ميزة حلوة قوي، إن هما التلات برامج مع بعض، يعني بتلاقي ريفت اركتكشر وريفت ستراكشر وريفت ام اي بي، فبيديك قوه جامد جدا لما الاثنين يكونوا الثلاثه يكونوا مع بعض، تمام. عكس مثلا لما يكون عندي برنامج بيعمل لي المعماري بس، فبضطر ان انا اعمل كونفرت او ان انا ادور على برنامج تاني يعمل لي الام اي بي او ادور على الاستراكشر. يعني في بعض البرامج بترسم الانشاء بس ما لهاش دعوه بالمعماري، فايش ضمانك ان البرنامج التاني اللي هستخدمه في المعماري هيكون متوافق مع الانشائي، تمام. الحاجه الثانيه ان هو تبع شركه ديسك، ودي شركه عملاقه، في برامج كتيره مثلا بعد ما تبذل جهد كبيره فيها لان الشركه ما بقاش تطلع منها اصدارات جديده وتلاقي الموضوع واقف، فان هو تبع شركه كبيره او شركه تعتبر اولى في عالم المباني البيلدينج والبي اي ام، ده بيدي للموضوع ثقه شويه. الحاجه الثالثه ان هو مشهور جدا، يعني انا مثلا كنت درست برنامج مشهور جدا في اوروبا ومحدش يسمع عنه في الوطن العربي، اسمه الماجيك كات، قليل قوي اللي يسمع عنه. لما اروح الشركه واقول لهم انا عارف الماجيك كات، اضطر اقعد ساعتين ثلاثه اشرح له ايه الماجيك كات، اقعد ساعتين ثلاثه اشرح له ايه الماجيك كات واقنعه مثلا ان هو قريب من ريفت، ان هو اقوى من ريفت في حاجات. لا طب ليه؟ طب ما انا اروح اقول له، يقول لي انت عارف الريفت، احنا عايزين ريفت، اقول له اه، لان لما اروح الشركه مش معقول الشركه كلها تكون شغاله ريفت وانا الوحيد اللي شغال برنامج تاني خالص. فهو الاغلب الشركات في مصر او كل الشركات في مصر الا قليل جدا شغاله بالريفت، في بعض الشركات قليله جدا شغاله بالمايكرو ستيشن، وفي مثلا لو حد شغال في الانشائي حديد ستيل بيشتغل بتكلا، تمام. انا معاكم برضو لو حد سأل اي سؤال ان شاء الله اجاوب عليه. هعمل شير للسكرين عشان نشوف ازاي نرسم المعماري. هو السؤال عبارة عن ايه؟ السؤال ببساطة، انا دلوقتي هعمل شغل كهروميكانيكي بس ما عنديش المعماري، عندي كاد مش ريفت، المعماري عندي كاد مش ريفت، طب اعمل ايه؟ طيب هي ممكن نعمل حاجة، ممكن لو انت ما تعرفش معماري خالص تخلي لوحة الكاد هي الخلفية بتاعتك وتبدأ تشغل عليها عادي خالص، تمام، في قلب الريفت، تمام. بس ده هيعمل لك مشكلة لما تيجي تعمل السكاشن، هيظهر شغل الكهروميكانيكال ومش هيظهر المعماري، فده هيعمل لك مشكلة، تمام. طيب الحاجة التانية ايه؟ ان انا ارسم الحيطان، مش هرسمها معلش للاسف هو الصوت فصل. الريفت، السؤال ده، الريفت هل هو او يعني احسن برنامج في المستقبل؟ على فكره في تكنولوجيا كتيره جدا طلعت، في تكنولوجيا كتيره جدا طلعت بعد الريفت، بس كله بيستفاد من الريفت. يعني الريفت ده تحط رجلك على اول الطريق وبعد كده تبدا تشوف بقيه البرامج، تمام.
هتلاقي نفس ووركس ده بياخد شغل من ريفت ويبدأ يضيف عليه بعد الزمن، هتلاقي كونتك اوف، هتلاقي برنامج اسمه فازاري. فازاري ده بيقوم بتحليل الطاقة، بيشوف أحسن حاجة المبنى يتبني إزاي. هنلاقي حاجة اسمها شوكيس بيعمل إخراج جامد للريفت، تمام. هنلاقي في تكنولوجيا جديدة لسه طالعة، أو يعني بقالها تقريبا سنة، أوجمنتد رياليتي، ده بيخليك تشوف المبنى 3D قدامك عن طريق الايباد. ممكن تبص على اي حاجه دي حواليك 3D، ممكن تبقى ماشي مدخل المعلومات بتاعه المبنى على الايباد، فتبص على اي حيطه هو اوتوماتيك يفهم ويقول لك ايه المواسير اللي هنا والصاج اللي هنا اللي جوه الحيطه، تمام. ففي تكنولوجيا كتيره بتظهر كل يوم، بتطلع حاجه احسن من اللي قبليها. لا مفيش اي مشكله خالص، المهم بس ما نكتبش عربي انجليزي، انجليزي عربي اللي هو الافرو انجليش دوت، عشان بس ايه الواحد ما بيعرفش يقرا. طيب ان شاء الله هنكمل. احنا قلنا لو انا عايز ارسم المعماري وانا كهرو ميكانيكال، فمش محتاج ان انا ادخل كل تفصيل، مجرد بس ان انا ايه بدخل التفصيل اللي انا محتاجها. يعني انا محتاج ان اشوف حيطه، بس مش محتاج ادخل الطبقات بتاعت الحيطه، تمام. طيب انا دلوقتي لو عايز ابدا مشروع جديد خالص هقول له نيو. هنا بيقول لي اختار التمبليت، هقول له براوس وابدا اشوف التمبليت اشتغل عليه. اي تمبليت عندك؟ ماشي، اقول له اوبن. لو انا قلت له بروجكت يبقى انا افتحه كمشروع واشتغل عليه. بروجكت تمبليت يبقى انا هفتحه كبروجكت تمبليت، اعدل الخصائص بتاعته، يعني اعدل ارتفاعات الكتابه واعدل اشكال الاسهم عشان اشتغل عليه. انا كده هقول له كبروجكت، بيقول لي عايز امبريال ولا متريك، بقول له احنا في الوطن العربي بنشتغل بالمتريك. تمام. طيب هو كده فتح معايا. عايزين نشوف ازاي نرسم اول حاجه الحيطان، يعني اول حاجه ككهروميكانيكال عايزين نشوف بس ايه الحيطان بترسم ازاي. طيب انا هاجي من قائمه اركتكشر. خلي بالك الريفت في 3 اصدارات، في المعمار لوحده، الانشاء لوحده، في الام اي بي لوحده، وفي نسخه بيبقى فيها ال3 حاجات مع بعض تبقى اسمها ريفت بس، بيبقى فيها الاركتكشر والاستراكشر والسيستمز. السيستمز ده المقصود بيه اللي هو الام اي بي. طيب انا لما اجي هنا اقول له وول، بيقول لي انت عايز ترسم وول اركتكشر ولا وول استراكشر؟ هقول له انا عايز اقول اركتكشر، حوت معماري، تمام. فبيديني شويه ادوات ارسم بيها الحيطه. لو احنا بصينا على الادوات ديت هلاقي ده اللاين كده، هرسم عادي اهو، بحط اول نقطه وتاني نقطه، يبقى انا كده رسمت ايه حيطه، وهرسم كده كأن انا ايه يعني برسم زي الاوتوكاد، بس الاوتوكاد كان برسم خط، لا ده انا هنا برسم حيطه مره واحده، تمام. طيب انا بعد ما رسمت الحيطه اقول له وريها لي في 3 دي، فبطلع فوق بلاقي شكل البيت صغير، بدوس عليه بيوريها لي في 3 دي. لو انا عايز الف بدوس شيفت بكره بتاعت الماوس وببدا الف حول المبنى، يبقى انا كده ما برسمش 2 دي، انا برسم 3 دي بس على اساس ان انا واقف بشوف المنظر من فوق، فبيبان لي ان هو 2 دي، بس انا اي حاجه برسمها تبقى 3 دي. تمام؟ طيب لو انا قفلت الشاشه ديت برجع للشاشه الاولانيه اللي انا كنت فيها. لو انا عايز ارسم سيكشن باجي هنا بلاقي علامه سيكشن، سيكشن بسيط جدا، بدوس اول نقطه وتاني نقطه يبقى هو كده رسم لي السكشن. هاجي هنا كليك يمين واقول له ايه جو تو فيو، فانا بروح للفيو اللي انا المفروض ابدا الشغل عليه، تمام. دي فكره رسم الحوائط، تمام. كده بقول له الغي السكشن. طيب طيب انا دلوقتي لما اجي هرسم الحوائط ديت عايزين احط اليفيجن. اليفيجن ده اللي هو ايه اللي هو الواجهه بتاعت المبنى، تمام.
ليه عايز احط الاليفيشن دوت؟ كليك يمين جو تو فيو، هو الجهاز شكله هيهنج معايا. طيب انا دلوقتي لو انا هبدا اكمل في رسم حيطه، اقول له وول ارتكشر، تعال نشوف الحاجات. اول حاجه بقول له ارسم لي حيطه. طيب لما انا قلت له ارسم حيطه، خد منين الارتفاع؟ هو جه هنا وقال لي انت هترسم ارتفاع ايه. تمام، انا عايز احط دلوقتي ادوار كمان، عايز احط ادوار كمان، فهاجي في اليفيجن وعايز احط دور كمان. طب هقول له هنا انا عايز ارسم اليفيجن، اليفيجن اهي، حط الليفل. هبدأ ارسم من هنا الدور الليفل الاولاني اهو، ده الليفل الاولاني ماشي. هبدأ اشوف انا هرسم الليفل التاني مثلا على ارتفاع كام، وليكن مثلا من هنا كده، اشوف اليونت، اشوف انا شغال بالمليمتر ولا بالمتر. انا شغال بالمليمتر. طيب لو انا عايز اقيس المسافة بين هنا وهنا، اختار اداة القياس، ده 1700. طيب احنا عايزينها مثلا 4 متر. تمام، مجرد ان انا اجي هنا على ال 1700 ديت، الدور دوت هقول له ده خليه على 4 متر. احنا كده عملنا ايه؟ عملنا ليفل 2، ده ليفل 2 تمام. اهو هتلاقي ليفل 2 ظهر معايا، هقول له انا عايز ارسم ليفل 3، كليك يمين واقول له ايه كرييت سيميلر وارسم ليفل 3. تمام، طيب هرجع ليفل 1 وابدا ارسم حته تاني، هاجي اقول له وول. لما انا بختار الحته لاين كده برسم لاين عادية اهي. تعال نشوف الاختيارات اللي تحت دي، الاختيارات اللي تحت دي مهمة قوي. اول حاجة هاي ولا ديبس، يعني انت ترسم الحيطة دي لفوق ولا لتحت، لان انا ممكن اقول له ديبس فيرسم الحيطة دي تحت الدور دوت، تحت الدور اللي انا فيه. تمام، ده بنستخدمه مثلا في الحوائط اللي هي تحت الارض. طيب انا هستخدمه دلوقتي هاي لفوق. طيب انت عايز ارتفاعه ايه؟ عن طريق ان انت تديله 4 متر، ولا عن طريق ان انت تقول له كمل لحد الدور التاني؟ كمل لحد الدور التاني يبقى يرسم حيطة مرتبطة بالدور التاني. يعني لو حد غير في الدور التاني وخلاه 5 متر، الحتة دي اوتوماتيك هتبقى 5 متر، هو مرتبط بالدور التاني. تمام، يعني خلينا نبص كده في سيكشن. جو تو فيو، تمام اهي، دي حيطه اللي احنا ايه قلنا له كمل لحد ليفل 2، ودي الحيطه. بص في الخطوات هنا، الحيطه دي قلنا له ان الحيطه دي ارتفاعها 4 متر، ما ربطناهاش باي دي حاجه. طيب لو الدور التاني وانا شغال قلت له خلي لي الدور التاني يبقى 5 متر، ايه اللي هيحصل؟ الحيطه اللي هي مرتبطه بالدور التاني هتكبر معاه، انما الحيطه اللي هي 4 متر مش هتتأثر خالص بإن الدور التاني اتعدل. فده الفرق بين الاختيارين. تمام، فأقول له وول. بلاقي هنا لو أنا عايز أرسم أوضة سريعا ريكتانجل بختارها وأروح أرسم ريكتانجل. تمام، وبرده نفس الاختيارات دي شغالة معايا، يعني برده الهاي والديبس شغالين معايا. الليفل، هل هتختار أن كونكت تكتب بالرقم هنا، ولا هتختار بالدور تقول له مثلا كمل لي؟ ممكن تكون الحيطة مكملة معاك لحد الروف فتختار لحد الدور التالت. تمام، هترسم الحاجة من السنتر ولا من الكور ولا من الفينش؟
يعني ممكن اقول له ايه وول سنتر، يبقى انا هنا برسم ايه، خلي بالك الماوس ماشي في نص الحيطة. لو قلت له لا خليها من الفينش، هتلاقي الماوس ماشي ايه من طرف الحيطة، النقطة اللي انا بدوس عليها هي دي طرف الحيطة مش نص الحيطة، تمام. بعد كده بلاقي لو انا عايز ارسم شكل سداسي او سباعي او ثماني، اي شكل من الاشكال، بلاقي عندي ان انا ممكن اختار دوت، بختار نقطة المركز، هنا بختار عدد الاوجه، تمام، هنا بختار نقطة المركز وحرف من الحروف بتاعتي، حرف الكورنر بتاع الشكل السباعي او الثماني او السداسي اللي انا مختاره، تمام. اللي بعديه بحدد نقطة المركز وبحدد عمودي على حيطة من الحيطان اللي عندي، تمام. فده الفرق بين الاتنين، يعني اول واحد بختار نقطة المركز والركن، هنا بختار نقطة المركز وعمودي على خط حيطة من الحوائط او خط من الخطوط او جهة من الجهات. بعد كده بلاقي سيركل، لو انت عايز ترسم دايرة، تمام، فبدوس اول نقطة وببدأ ارسم دايرة. خلي بالك انا ممكن تدخل الرقم، يعني ممكن هنا تلاقي الرقم هنا تروح معدله على طول، تقول له مثلا لا خلي ده 5000 مثلا، تمام. ده كده انت رسمت غرفة على شكل دائري نص قطرها 5 متر، تمام. طيب لو قلت له قول، تمام، بتلاقي الحيطان سهلة في الرسم، يعني مفيش أي مشاكل خالص. أرك، عندي كذا نوع من الأرك، بتحدد مثلا أول نقطة وآخر نقطة، وبعد كده بتحدد الزاوية بتاعتها قد ايه، مثلا كده، تمام. طيب لو احنا كملنا في الول، بلاقي عندي حاجة اسمها بيك لاين. يعني ايه بيك لاين؟ بيك لاين لو انا عندي مثلا لوحة موجودة كاد، مجرد ان انا ادوس عليها هتتحول الخطوط دي الى لشكل حيطان موجودة في الريفت. يعني خلينا نمسح كل الحاجات ديت، تمام، اجي على الحيطة دي وكليك يمين، اقول له سيلكت اقول انستنس، يعني اختار لي كل العناصر المشابهه ليا، فاختار كل الحيطان دوست عليها ديليت، كده لغى لي كل الحيطان، تمام. طيب هاجي من قائمه انسرت، اقول له انا عايز اعمل لينك كاد. اللينك كاد يعني هربط الملف في الريفت ده بملف كاد ديسكتوب، وراح اختار ملف الكاد. بلاقي هنا عندي شويه اختيارات احنا شرحناهم قبل كده، بس يعني نمر عليهم برضو سريعا. هنا الكلر، عايز تعكس الالوان ولا تخلي الالوان زي ما هي، ولا تخلي الالوان ابيض واسود. ليه بعكس الالوان؟ لان الخلفيه بتاعت الكات سودا والخلفيه بتاعت الريفت بيضاء، ده الافتراضي في الاثنين، بس انت ممكن في الكات تخليها ابيض وفي الريفت تخليها اسود زي ما انت عايز. البوزيشن، عايز تنزلها في سنتر تو سنتر ولا اورجن تو اورجن؟ خليها اورجن تو اورجن، ده الافضل، لان سنتر تو سنتر بيجيب سنتر لوحه لسنتر لوحه، ممكن يكون السنتر مش مظبوط، انما اورجن تو اورجن دي اللي هي نقطه الاكس والواي والزد، فدي بتبقى ان شاء الله مظبوطه. الوحدات اللي انت هتشتغل بيها هنشغلها بالمليمتر، الوحده اللي هي بتاعت الكاد، تمام، واقول له ايه اوبن، هيبدا يدخل لي الملف موجود هو معايا، تمام. طيب لو احنا قلنا عايزين نرسم الحيطه ديت، لو انا جيت في اركتكشر وقلت له وول، تمام، ممكن ابدا ارسم عادي، يعني هختار الخط دوت وابدا ارسم الحيطه عادي، ده اختيار، تمام، ماشي، بس مش مظبوط. ليه؟ لان انا عندي امر هنا جميل جدا اسمه ايه، بيك لاين، يعني مجرد ان انا هختاره واقول له انا عايز اعمل فينش بيك لاين، مجرد ان انا ادوس على الخط ده هو اوتوماتيك هرسم الحيطه، تمام، اي هرسم حيطه، بس هو الحيطه بتاعت الريفت اصغر من الحيطه بتاعت الكيت، تمام، فانا عايز اعمل حيطه تكون قد الحيطه بتاعت الكيت. هتتعب في اول مره بس شويه، ان انت مجرد تدخل الحيطان الجديده اللي عندك، وهتلاقي بعد كده الموضوع هيتكرر، يعني اللوحة دي كلها ممكن تلاقي بس في 3 أربع أنواع من الحيطان. فأنا هاجي هنا هقول له دي أي، وأقيس الحيطة من هنا لهنا، تمام، طلعت 300، تمام. أعمل إيه؟ أنا عايز أخلي عندي حيطة تبقى 300، تمام، عايز أخلي عندي حيطة تبقى 300، هقول له عايز وول، ماشي. هاجي هنا ابص، هنا هل عندي حته 300؟ لا ما عنديش. هاجي ايديت، طيب
اديت تايب، يعني انا عايز اعمل نوع جديد من انواع الحيطان. هقول له دوبليكيت، اعمل لي نوع جديد. هقول له سمي لي ده وول 300. اوكي كده انا غيرت الاسم بس ما غيرتش الخصائص اللي جوه، عايز اخلي الخصائص مطابقه للاسم. تمام، فاجي في الاستراكشر اقول له اديت واقول له خلي لي دول 300. المعماري بيبدا يخصصهم، يعني يقول لك ايه عندي طبقه فينش 25 وفي طبقه اير 10، كل الحاجات دي مش هتحتاج انت في الكهروميكانيكا، لا انت مجرد بس عايز ترسم محتوى. اوكي طيب اوكي، يبقى انا كده عملت نوع من انواع الحيطان 300. فاجي هنا اقول له باك لاين وابدا اعمل كليك هنا، تلاقي الحيطه اترسمت، وكليك هنا تلاقي الحيطه دي برضه اترسمت. تمام، هتلاقي ان الحيطان كلها مش هتاخد منك حاجه. طيب انا عايز اوصل الحيطه دي بالحيطه دي، بلاقي عندي امر في امر موديفاي اسمه تريم اكستند. ده بيعمل ايه؟ بيوصل لي الحتتين اللي زي دول ببعض، فبدوس هنا وادوس هنا بروح موصلهم ببعض. تمام، وابدا برضو اكمل على بقيه الحيطان. هقول له وول ارتكشر واختار الاداه ديت واروح معلم هنا. عايز اوصل الحتتين دول ببعض، اقول له تي ار واعلم هنا وهنا. تي ار دي عامله زي فيلت في الاوتوكاد. تمام، ممكن اقول له هنا وهنا، يبقى انا كده ايه رسمت الحيطان. تمام، عايز اكمل دي مع دي، ممكن اسحب واحده فيهم للتانيه، اسحب دي كده الحته التانيه، هم هيتوصلوا ببعض. تمام، طيب عايز ارسم الحيطان اللي جوه، ابدا اقيس الحيطان اللي جوه قد ايه. دي اي من هنا لهنا قال لي ان دي 150. خلينا نكتبها 152 زي ما هو عامل. هقول له وول واعمل نوع جديد من الحوائط دبل كيت 152. اوكي اديت واجي هنا 152. اوكي طيب اختار هنا بيك لاين، بيك لاين ابدا ادوس هنا، خلاص الحته دي اترسمت وهنا الحته دي اترسمت. تمام، هتلاقي ان اصلا يعني كل الحيطان اللي في المشروع ممكن يبقوا مثلا ايه نوعين او ثلاثه، فمجرد ان انت عملتهم خلاص الموضوع كله خلص معاك. تمام طيب، وابدا اوصلهم ببعض عن طريق اوامر موديفاي. اجي مثلا هنا امر ده، الامر دوت اقول له مثلا من هنا كمل لي الخط ده للخط ده زي امر اكستند في الكيت. تمام، وهنا اقول له برضو وصل لي ده بده، تلاقي الحاجات كلها توصل. هتلاقي ان الموضوع ان شاء الله يعني هو بس انت بتحتاج ان انت تتعرف الحيطان في الاول، وبعد كده الموضوع مش هياخد منك ثواني، مجرد انت بتدوس على الحاجه هي ترسم على طول. تمام، تمام، وابدا اختار امر تريم، اقول له مثلا وصل لي ده بده، وصل لي مثلا ده بدوت ده بده. تمام، تبدا ترسم الحيطان كلها، ان شاء الله مش هتاخد منك حاجه في الرسم يعني ان شاء الله. تمام طيب، عايزين نبدا نحط الابواب بتاعه اللي عندنا في الشغل هنا. اعمل ايه؟ اقول له ارتكشر واختار دور، بيقول لي ما عنديش بيبان متحمله في المشروع. اقول له يس وابدا احمل البيبان. ايه ابدا اشوف البيبان اللي عندي. البيبان عباره عن فاميلي، بتشوف الفاميلي موجوده فين وتبدا تحمل الفاميلي اللي عندك، فاميلي اكسبورت فاميلي، وتبدا تختار البيبان. اهي مثلا دور، تختار اي دور انت عايزه. خلينا نختار باب سنجل. ده نوع مثلا من انواع الباب، هقول له اوكي.
تمام، وابدا اروح احمل باب مثلا هنا، مثلا هنا. الله اكبر الله اكبر. المحاضرة بتتكلم النهاردة على برنامج ريفيت ام اي بي اللي هو الكهروميكانيكا. تمام، ان شاء الله بعد اذنكم ناخد بس بريك ربع ساعة عشان الصلاة ونرجع ان شاء الله. هو ممكن لو في مشاكل في الصورة هاجي من قائمة انسيرت واقول له ايه، اجي هنا واكتب له اسم الفام اللي انا عايزها. ده الموقع بتاع اوتوديسك. لو انت عايز تعمل سيرش على فاميلي معينة، بقول له مثلا انا عايز دور، فهو بيروح مدخلني على الموقع وحملها. تمام، او حاجة تانية يعني، في طريقة تالتة. تمام، ان انا اكون فاتح مشروع تاني اخد منه الفام اللي انا عايزها. يعني خلينا مثلا نروح لمشروع تاني. تمام، انا محتاج مثلا الباب ده، محتاج الباب دوت. تمام، هاجي هنا على الباب دوت واقول له ايه، انا عايز كوبي. تمام، وارجع للمشروع اللي انا كنت فيه، ادوس كنترول تاب كنترول، وادوس على كنترول وادوس تاب، ارجع للمشروع اللي انا كنت فيه واروح على قائمة موديفاي واقول له ايه بيست، اروح محمل لي الباب في قلب المشروع معايا. خلي بالك ان لما بدوس مسطرة الباب بيلف معايا، دوست مسطرة تاني جه كده، دوست كده الباب انا حطيته. تمام، عايز اخلي الباب يدخل لجوه، بلاقي عندي سهمين ضد بعض فبدوس عليه بيتقلب الناحية دي، عايزه يبقى عكس بدوس على السهم دوت. خلي بالك انا اول ما بعمل سيلكت الباب اترسم لي دايمنشن اهوت. الدايمنشن ده ممكن ايه، اجي هنا ده 650 هقول له 600. تمام، الاقي الباب اتحرك، فمعنى كده ان انا بمجرد ان انا اعدل في الدايمنشن الباب بيتعدل، عكس الكاد. الكاد بعدل في الشكل الدايمنشن بيتعدل، لا ده كده مرتبطين ببعض. لو عدلت في الباب الدايمنشن بيتعدل، لو عدلت في الدايمنشن الباب بيتعدل، فبتلاقي الموضوع اسهل معاك وبسيط وسهل التعديل. تمام، طب لو عايز احمل ويندو، هاجي هنا مثلا اقول له انا عايز احمل ويندو، مفيش ويندو هقول له يس واروح محمل الويندوز. بتشوف انت حط الفاميلي بتاعتك فين، احنا كنا حملنا كمية كبيرة جدا من الفاميلي، هتلاقيها موجودة على منطقة الضري. تمام، اي نافذة من دول عايز تحملها مثلا ديت. الفرق الوحيد بين النافذة والباب ان انا بديله ارتفاع. تمام، الباب بيبقى على الدور نفسه ما بيطلعش، انما النافذة مثلا بقول له ده على ارتفاع مثلا 1.20 متر، ارتفاع 1.40 متر زي ما تكون الويندوز بتاعتك. نزل طول. هو الريفت مش عارف شكله هنج من نافذة الشباك ولا ايه، هو الويندوز على طول بيهنج. هو بيحمل النافذة، هو بيطول بس على أساس إن هي كانت مستهيفة على إصدار قديم، فبيعملها أبجريد لريفت 2013، ده سبب إن هو هنج. لو حد هينزل ريفت ممكن تنزل 2013 أو 2014، مفيش أي مشكلة خالص. يعني أنا في المشروع شغال 2014 2013. تمام، الويندوز اهيت، مجرد إن أنا هقرب منها وأحطها هنا خلاص هي كده الويندوز اتحطت زيها زي الباب. بس هي الفرق الوحيد اللي هي ايه، الهاي بتاعها قد ايه. تمام، انت بقى بتشوف انت عايز تخلي الارتفاع بتاعها قد ايه وتخلي ترسم الارتفاع بتاعها. ماشي، عايز تحط بواب برضو كليك يمين وقول له كريت سيميلر، تعال هنا حط الباب اللي انت عايزه.
وهتبدأ ترسم الحيطان بنفس الطريقة ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله. وهتبدأ تقول له أنا عايز بيك لاين، ممكن بقى تبدأ توصلهم ببعض. وأقول له مثلا نشوف إيه الحاجات اللي عايز توصل ببعض ونوصلها. الريفت يعني أكبر ميزة فيه اللي هو التعديل بسهولة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي الحتة دي، تعالى نبص كده، الحتة دي مرسومة، إحنا كنا رسمينها لحد الدور الثالث، تمام؟ أغلب الحيطان كانت مرسومة لحد الدور الثالث. طيب أنا عايز أخليها لحد الدور الثاني، مفيش أي مشكلة. تعالى نعمل سيلكت على دول كلهم. أنا كده عملت سيلكت على حيطان ومش حيطان، فأقول له فلتر وأقول له أنا مش عايز غير الوول، تمام؟ خلينا نشوفها في 3D عشان تبان معاك بالظبط. انا دلوقتي عامل سيلكت على كل حاجه، هقول له فلتر واقول له انا عايز الوول بس، تمام؟ انا عايز الوول، تمام؟ الوول دوت لحد ايه؟ لحد الدور التالت. طب انا عايزه لحد ليفل 2، تمام؟ هتلاقي الحيطان كلها صغرت بقت لحد ايه؟ ليفل 2. فالتعديل سهل جدا. خلي بالك احنا ما بنرسمش 2 دي، احنا زي ما انت شايف احنا بنرسم 3 دي، تمام؟ وممكن وانا هنا ابدا ارسم الحيطان ديت. يعني اجي هنا اقول له انا عايز ارسم وول، هقول له خليها لحد الدور الثاني وبيك لاين، وابدا اعمل ايه؟ مجرد ادوس على الحاجه هي خلاص بتتحول ل 3 دي زي ما انت شايف. فهتلاقي الموضوع سهل ولذيذ، يعني حاجة زي دي مش هتاخد منك حاجة، وهتلاقي نفسك خلصتها على طول. طيب لو انا عايز ابدا ارسم دور تاني، ادخل في ليفل 2 وابدا اعمل نفس الخطوات. بس لما دخلت ليفل 2 المفروض ما فيش حاجة تظهر معايا، لقيت الحاجات ظاهرة معايا بلون خفيف. ده لان في هنا خاصية اسمها اندر لي. اندر لي دوت بيشف لي الدور اللي تحتيه، بيعمل لي ايه؟ زي اشوف الدور اللي تحتيه، بحيث لو انا عايز ارسم حاجه فوق حاجه بالظبط هقول له نان، كل حاجه تختفي، وابدا اعمل نفس الخطوات، انسيرت لينك كاد واختار بتاع الدور الثاني وابدا ارسمه. هتلاقي في ثواني هتخلص معاك الموضوع ما فيهوش اي مشكله، نفس الخطوات اللي نعملها هنا. طيب تعالى نرسم الجريد من اركتكشر، تمام؟ هقول له انا عايز ارسم جريد، تمام؟ واروح دايس على، بلاقي عندي حاجة برضه اسمها بيك لاين، وأروح معلم على هنا، تمام؟ ماشي. أجي هنا أقول له إيه طيب، بقول له زر لي العلامة من ناحيتين سيمبل. هنا التمبليت اللي أنا فاتحه مفهوش الرمز، مفهوش الرمز دوت، الرمز ده مش موجود فيه، ماشي؟ هي دي مشكلة ان التمبليت فيه حاجات ناقصة، تمام؟ فالمفروض ان انا بختار تمبليت يكون فيه حاجات سليمة. يعني خلينا نروح للمشروع التاني اللي احنا كنا فيه، تمام؟ لو انا عايز ارسم جريد، تعالى نخفي كل دول او نجيب انسيرت لينك كاد، اختار ديسكتوب، اختار دوت واقول له ايه؟ اورجن تو اورجن، تمام؟ ظهرت في نفس المكان. انا عملت ايه؟ نزلت ملف الكاد، انا نزلت ملف الكاد هنا، تمام؟ عايز انا بقى ملف الكاد، عايز اخد ملف الكاد عشان اوريك بس فكرة الجريد. اعمل سيلكت واقول له فلتر واقول له تشيك نون، انا عايز الاوتوكاد، تمام؟ وهاجي هنا الاوتوكاد ده هقول له موف، ده مقفول، معمول له بن مقفول، هقول له ام بن، ام بن يعني بفك التثبيت بتاعه، واقول له موف من هنا لهنا. ليه؟ عشان بس اوريك فكره الجريد. الجريد بسيطه، هو بس التمبليت اللي انا كنت فاتحه كان فيه السيمبل ده ناقص، تمام؟ طيب هقول له ارسم لي الجريد،
اجي هنا على الجريد واختار بيك لاين. بيك لاين يعني مجرد اول ما تدوس عليه هيروح هو رسم لي الجريد على طول. طيب هو رسمه اداله رقم ايه 21، تمام. ليه؟ خد اخر رقم موجود في المشروع، تمام. هقول له لا خلي لي ده واحد، ما وافقش. ليه؟ لان هو موجود في المشروع واحد. طيب هقول له ده خليه لي 101، تمام. طيب اقول له ارتكشر واقول له انا عايز ارسم جريد واقول له بيك لاين، ارسم لي ده ايه 102 103 104 105 106 107، تمام. لما هاجي هنا كتبوا لي 108، لا ده انا عايز ده يبقى ايه ايه مثلا، لا هو هنا انا واخد لحد حرف ايه، هو هنا واخد لحد حرف الاف. طيب عشان ما نعملش معاه مشاكل اقول له خلي لي ده حرف الجي، ماشي. طيب اقول له اعمل لي ارسم لي الجريد دي تاني، قال لي عمل لي اتش، تمام. جي اتش اي جي كي، هيبدأ يكتب لي الحروف، هو اوتوماتيك بيبدأ يكتب كل حرف يشوف ايه اللي بعديه ويروح كاتبه، تمام. فده بالنسبة لموضوع ايه الجريد، تمام. حتى عندك أسئلة؟ في أسئلة I have the same problem the sound is fast. خلاص أنا هحاول أبطأ إن شاء الله. ماشي. طيب لو جينا نبص ايه اللي احنا محتاجين نرسمه برضو تاني، انا محتاج ارسم فلور. يعني ايه فلور؟ يعني الارضيه بتاعتي، تمام. هاجي هنا اقول له فلور، تمام. عايز ارسم الارضيه بتاعتي، تمام. ممكن اعمل ايه؟ بلاقي عندي كذا اختيار، ممكن ارسمهم كلاين، ابدا ارسم كده من اول نقطه اهي، تاني نقطه، لو كملت شكل مربع شكل مقفول يعني ممكن ارسمه كده على سبيل المثال اي شكل، بس المهم يكون مقفول. لو قفلت الشكل بتاعي وقلت له فينيش خلاص كده الارضيه بتاعتي اترسمت، ما فيهاش اي مشاكل، تمام. طيب هدوس كنترول زد عشان نشوف احسن طريقه ايه للرسم. احسن طريقه عشان ما تعملش معايا، عشان تبقى سريع معايا ولو حصل اي تعديل في الحيطه تتعدل اوتوماتيك، بقول له ايه بيك وول. بيك وول اختار الحته دي اوتوماتيك، هو ايه هياخد الحدود بتاعتها، بحيث لو الحيطه اتحركت هو اوتوماتيك يروح معدل الشكل بتاعي. تمام. في خلي بالك في حته هنا مش متوصله، لان الحيطه اصلا دي ما كانتش متوصله بدي، تمام. فاوصلها يا دوب، اقول له وصل لي دي بدي، تمام. والخط ده اوصله بده، يعني احنا ما كناش عملناه عشان كان فيه نسل، تمام. واقول له ايه فينش، بيقول لي في حته مش متوصله بحته، اقول له فين شو، هيوريني الحته دي فين اللي فيها مشكله، اقول له كونتينيو. في فعلا الحته هنا مش متوصله لان احنا ما عملناش ترم الحيطان ديت. اجي هنا واقول له ايه وصل لي الحته الخط ده بخط ده، واقول له فينش، تمام. خلاص تمام. طيب تعال نشوفها بقى في 3 دي، تمام. اوريك الارضيه، دي الارضيه بتاعتي، تمام. فيبقى انا كده رسمت الحيطان ورسمت الابواب ورسمت الارضيه، ماشي. ايه اللي انا ممكن احتاجه تاني؟ تعال ندخل في اركتكشر كده ونشوف ايه الحاجه اللي احنا ممكن نحتاجها. ممكن احتاج ان انا ارسم سيلينج وارسم روف، تمام. دول ممكن احتاجهم. طيب عشان ارسم سيلينج لازم اكون واقف في السيلينج بلين. اول الحاجات دي لو انت شغال في شركه مش هتضطر انت ترسمهم. ليه؟ لان المفروض ان انت معاك مهندس معماري بيرسمها، بس اقدر انت جات لك حاجه وبترسمها في البيت او شغال في شركه صغيره او لاي ظرف من الظروف يعني، فعايز تبدا انت ترسم المعماري. لو انت معاك مهندس معماري خليه هو اللي يرسمها على اساس ان هو برضه هيكون متخصص وهيحط كل تفاصيل الحيطان هيحطها مظبوطه. انما لو انت مستعجل وعايز ترسم حاجه خاصه بيك فبتستخدم الادوات دي، بتستخدم الوول، خلاص احنا عرفناها. تعال نشوف السيلينج، لازم اكون واقف على لوحه سيلينج مش واقف في لوحه فلور بلان. الفلور بلان ببص من فوق لتحت، سيلينج بلان ببص من تحت لفوق، ماشي. فهاجي هنا واستخدم ام سيلينج، تمام.
بلاقي عندي اختيارين، حاجه اسمها اوتوماتيك سيلينج وحاجه اسمها سكتش سيلينج. اوتوماتيك سيلينج مجرد ان انا بدوس في اي منطقه مقفوله هو بيروح حاطط السيلينج بتاعي. اختار بس حاجه في الماتيريال، انا بعدل بس في الماتيريال بتاعه. اختار هنا اقول له ده، خلي الماتيريال بتاعه 600. انا بعدل في الخواص بتاعته بخليها ايه 600، بحيث يبان معايا ال طيب لما اقول له اوتوماتيك سيلينج هدوس في الاوضه دي، تمام، هدوس في الاوضه دي هيبدا يعمل لي السيلينج. ماشي، لو انا عايز ارسم انا السيلينج يدوي هقول له سكتش سيلينج وابدا ارسم انا السيلينج. الاقي عندي مثلا اداه، ادوات الرسم، اختار الاداه ديت مثلا وابدا ارسم من هنا لهنا واقول له فينش. تمام، طيب السيلينج لسه ما ظهرش عندي، عشان ما ظهرش يبقى في حاجه من اللي اما هو مطفي من الفي في الحاجات دي احنا شرحناها قبل كده، بس بمر عليها سريع. وبص هنا بشوف ستيلنج موجود ولا لا. ستيلنج هو ظهر معايا، الفي في ده بتظهر وتقفل حاجات. طيب هبدا هنا اشوف عندي حاجه اسمها الفيو رينج. الفيو رينج ده اللي هو مستوى الرؤيه، تمام، فبلاقي ان عندي مستوى الرؤيه هنا فعلا مش مظبوط. هقول له ده انا عايزه لحد ليفل 2، وعايز ده مثلا ل 1800. والله احنا السيلينج كنا عاملينه على كام؟ السيلينج كنا عاملينه على 2600. 2600 طيب اجي هنا في لوحة السيلينج فيو رينج، هو السيلينج هنا اتحط. عايزين نشوف في 3D، بس في 3D اهو ده السيلينج. تمام، السيلينج اهو اتحط. يعني لو انت عايز تشتغل عليه تشتغل عليه عادي، ما ان شاء الله بدون اي مشاكل. في عدة بس الماتيريال اللي عايزة تتظبط، ادخل هنا جواها. هنا الباترن مش مظبوط، محتاج ان انا اظبط الباترن. الباترن على الهاتش بتاعه مش مظبط، يعني محتاج ان واحد يظبط الاعدادات كلها. او ده فايدة التمبليت، لو انا مظبط التمبليت مظبوط مش هضطر ان انا اظبطها كل شوية. طيب لو انا عايز نرسم مثلا عمود، مثلا لو انا عايز ارسم عمود، ماشي، باجي هنا اقول له انا عايز ارسم كولوم. تمام، بيقول لي ما فيش عمود موجوده في هنا. هقول له انا عايز ارسم كولوم اهي، خلينا نرسم عمود معماري كولوم اركتكشر. بيقول لي ما فيش عمود معماري بيتحمل في المشروع، اروح احمل الفاميلي
كل دي عواميد بتلاقي في اشكال فيها شويه تفاصيل. هنختار مثلا ريكتانجل، وابدا احط اشوف العمود ده المفروض يتحط فين، وليكن مثلا عايز احطه هنا بس بمقاس معين، يعني ده مثلا مقاسه 24 في 24. طيب انا حطيت مثلا ال 24 في 24 دوت، عايز اعمل واحد تاني بمقاس تاني، يعني ده 24 في 24، قول مثلا هنقله هنا، اختار امر الاين وقول له وول فيس، انا عايز الحافه بتاعت الحيطه الناحيه دي والحافه بتاعت الحيطه الناحيه دي، واروح حاطط ايه العمود دوت. تمام، عايز ارسم عمود تاني بمقاسات مختلفه، اعلم على العمود واقول له ايديت تايب واقول له دوبليكيت واقول له اعمل العمود التاني ده 30 في 30، وابدا ادخل المقاس بتاعي هنا 30 في 30 بكام؟ ب 750. ماشي 750 750 تمام اوكي. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت عمود تاني. يبقى انا كده ممكن اعمل كذا عمود بكذا مقاس حسب الحاجه اللي انا عايز، حسب المقاسات اللي عندي. يعني لو انا قلت له انا عايز ارسم عمود، المفروض العمود اللي عندي مثلا 300 في 200، اعمل ايه؟ اقول له اديت تايب دوبليكيت واكتب المقاس اللي انا بيبقى سهل بالنسبه لي ان انا الاقيه 300 في 200، واقول له ده 300 في 200 مثلا، واروح حاطط ايه العمود الجديد في اي مكان انا عايزه. تمام، دي فكره ان انت ترسم العواميد. ماشي الله يكرمك. اي هاف ذا سمبر. ماشي طيب، معلش احنا في المعماري بنعدي بسرعه لان هو مش تخصصنا، بس كان في احد الافاضل سالنا السؤال دوت، فبنحاول بس ايه نجاوب على السؤال دوت. تمام طيب، احنا كده رسمنا الوول ورسمنا الدور والويندو والعواميد. تمام خلينا نشوف اخر حاجه اللي هي الروف. اقول له انا عايز ارسم روف، هنا بيسالني في الروف، بيقول لي انت عايز ترسم السقف بتاعك في انهي دور. اقول له مثلا خليها في الدور التاني مثلا. تمام، لو انا مش هطلع للدور التالت اقول له يس. نفس موضوع الارضيه، بيقول لي طب ارسم الحدود بتاعتك. اقول له ما عنديش اي مشكله خالص، ممكن اعملها زي ما عملتها المره اللي فاتت، عن طريق ان انا احدد الحواف بتاعتي. تمام، اقول له بقى تي ار من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. تمام خلاص، تعالى بقى نشوف الشكل كده في المبنى في 3D. بلاقي السقف اتعمل عندي والارضيه والحيطان وكل حاجه. انا ممكن اعلم على الحيطه ديت، بلاقي عندي حاجه اسمها اتاش. ايه اتاش ديت؟ يعني اربط لي الحيطه دي بالسقف. طب ايه الميزه؟ الميزه لو حد عدل في السقف او طلع بالسقف، الحيطه تطلع معاها وتنزل معاها. يعني خلينا نقف هنا، دي موجوده على ليفل 2. طب لو قلت له خليها لي في ليفل 3، شوف التعديل سهل قوي في الريفت، ايه اللي حصل؟ الحيطه دي طلعت مع السقف، بينما بقيه الحيطان ما طلعتش. فانا ممكن اجي على الحيطان كده وادوس كليك يمين واقول له سيلكت، اقول انستنس فيزابل ان فيو، اروح معلم على كل حيطان مره واحده واقول له اتاش، واروح معلم ايه على السقف بتاعي. بقى كده ملصقه بالسقف، اول ما يحصل تعديل في الحيطان في السقف اقصد، الحيطان تطلع معاه وتنزل معاه. تمام، وبرده الحيطان اللي جوه تختارها مره وتروح عامل فيها نفس الموضوع دوت. يعني كده
الحيطان اللي جوه، لان هي طيب مختلف. كليك يمين سيلكت اول انستنس، انا كده اخترت كل الحيطان اللي جوه، واروح معلم هنا واروح ايه مختار سقف لفوق. تمام، تلاقي كل الحيطان اللي جوه ملصقه بالسقف، بحيث لو السقف طلع او نزل تطلع معاه وتنزل معاه. تمام، ده شغل بسيط جدا على موضوع المعماري. اهم حاجه احنا ممكن نستفاد منها موضوع ان الواحد يظبط التمبليت بتاعه، بتظبط كل اللي انت عايزه في قلب المشروع، او تختار مشروع نظيف، تختار مشروع ما فيهوش اي مشاكل خالص، وتيجي هنا تقول له سيف از تمبليت، يبقى انت كده عملت تمبليت خاص بيك. ممكن تعمل تمبليت واحد للشركه كلها، ممكن تعمل لو انت شغال في كذا مجال تعمل تمبليت مثلا للشغل بتاع مصر، الشغل بتاع الامارات، الشغل بتاع قطر، كل واحد تعمل له تمبليت مختلف لو الخصائص مختلفه بينهم. تمام، ربنا يبارك فيك يا باشمهندس اشرف، تعاملك معانا ومصغرك معانا. طيب، مش عارف هتعرف تشوفها ولا لا في المتصفح، بس ان شاء الله تشوفوها. دي تكنولوجيا جديده يعني، اسمها بقى ام اوجمنتد رياليتي. تمام، التكنولوجيا ديت ده واحد ماسك اللابتوب، او ممكن تستخدم الايباد، هو ماشي في منطقه لسه بتتبني يعني، ده موقع عمل، وشايف الراجل مصمم كل حاجه اتحط فين، فبيتخيل شكل البناء لما يخلص. هنا دامج بين حاجتين، دامج بين الواقع اللي احنا فيه والحاجه الافتراضيه. تمام، التكنولوجيا دي رهيبه جدا، دي احد الاستخدامات بتاعتها، انما لها استخدامات كتيره جدا. Augmented Reality، تمام، جربت بعض الحاجات البسيطه جدا على الموبايل بتاعي، لان الموبايل بتاعي مش حديث، ذهلت جدا من قوه التجربه دي. تمام، خلينا برضو نشوف فيديو تاني. انا حطيت شويه فيديوهات كده على المدونه بتاعتي اللي هي ماوس البيم. ماشي، ده واحد مثلا معاه حاجات موجوده على لوحه 2D. تمام، بص، بالايباد بدأ يشوفها 3D، بدأ يشوف الشكل ده المعقد اللي احنا يعني صعب ان انت تتخيله، يشوف الراجل اللي كان مصممه ازاي 3D. تمام، زائد ان انت بتبقى شايف مثلا لو انت حطيت حاجه بيدمج لك بين الحاجه الموجوده فعلا والحاجه الافتراضيه. بدأ يفصل جزء من الجزء الخارجي بحيث ان هو يشوف التفاصيل اللي جوه. التكنولوجيا دي لها تطبيقات روعة جدا جدا في مجال البناء. تمام، انا خلصت الجزء اللي انا كنت عايز اقوله النهارده، اللي هو ازاي المهندس الكهرباء ميكانيكال يشتغل شويه معماري، مش بالتفصيل. وان شاء الله برضه هنحط فيديوهات لريفت معماري الكهرباء ميكانيكال، وهتلاقي لو حد عايز يغوص في الموضوع ويتعلم ريفت اركتشر، المهندس محمد باسيوني كان شرحه بالتفصيل ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئله يتفضل، عدينا عشان نستقبل اسئله. واعذروني لو النهارده بس كان في لخبطة أو في كده بسبب الظروف البلد بتمر بيها الواحد يعني، الله المستعان. فاحنا مستنيين الأسئلة بتاعت حضراتكم عشان نشوف لو في أي مشاكل في موضوع ريفت ام اي بي، وعايزين كل واحد يعني في ملف ريفت موجود على ماوس البيم يحاول ياخد الملف المعماري ويشتغل عليه كهروميكانيكال، ياخد الملف المعماري هيلاقيه موجود ويبدأ يشتغل عليه كهروميكانيكال، وبحيث لو في اي مشاكل واجهته نبدا نحلها مع بعض. سايز لوك اب تيبل، ده ملف اسمه لوك اب تيبل. تمام، ملف اللوك اب تيبل هحاول اجيب لك الحاله بتاعته دلوقتي. ده ملف عباره عن زي ملف اكسل او اكسس، بيبقى فيه لو الماسوره قطرها 1 بوصه هيبقى الكوع مقاسه كذا. تمام، طيب لو الملف ده مش موجود هجيب لك الملف دلوقتي. ممكن فين؟ اهي،
حمل الملف دوت وحطه في المسار اللي هو سي بروجرام داتا اوتو ديسك، وشوف انت عندك ريفت 2013 ولا 2012، لوك اب تيبل، وان شاء الله المشكله دي هتحل باذن الله. تمام، هي زي ما انت قلت مفيش واصله بالمقاس المناسب، او هو مش عارف يوصلها بأي توصيله. تمام، فحاول تحمل بس الملف ده في المسار ده وان شاء الله المشكله دي تتحل. يمشي 2014 واي اصدار، ما فيش امشي خالص. طيب حتى عنده أي أسئلة؟ طيب هو احنا كده ان شاء الله نكون خلصنا الكورس الريفت ام اي بي، بس مكملين مع بعض ان شاء الله. لو حد عنده اي اسئله، لو في اي مشاكل ان شاء الله برضو مع بعض باذن الله. انا اتمنى ان حد يسال بحيث ان احنا برضو كلنا نستفاد، هي الاسئله كلها بتتكرر. تمام، طيب لو انت عايز برنامج تصميم الضغط، في عندك برنامج دكتليتور، في برنامج بيحسب، وممكن تستخدم برنامج لو انت عايز كل اوضه تحسب التكييف اللي فيها، عندك برنامج الهاب، وممكن الريفت تستخدمه، بس محتاج ايه ممارسه. يعني انت اول مره تستخدمه هتلاقي بيخرج لك الحاجه مش بالظبط، سبب ان انت مش متعود عليه. بس لما تكون مثلا احسن حاجه في اي برنامج، سيبك من برنامج الريفت، اي برنامج بتعملها يدوي او على برنامج انت متعود عليه، وبعد كده تشوف البرنامج الجديد ده، تجرب تستخدمه وتشوف هيجيب لك نفس المعطيات ولا مش هيجيب لك نفس المعطيات. يعني انا دلوقتي بستخدم برنامج اي برنامج مثلا قديم للحسابات، وفي برنامج طلع جديد، هل البرنامج الجديد دوت واثقين فيه ولا مش واثقين فيه؟ بعمل مشروع بالبرنامج القديم، واعمل نفس المشروع بالبرنامج الجديد، واشوف في فرق والفرق ده ناتج ليه. تمام، فنفس الفكره، شوف مشروع قديم تكون انت عامله ببرنامج انت واثق فيه او عامله مانيوال، وشوف برنامج الريفت، لو طلع في فرق حاول تعرف الفرق ده منين. تمام، بس هو برنامج في ناس شغاله بيه واثقه فيه. يمكن انا في الشركه اللي انا شغال فيها بنشتغل بالهاب، مش لان احنا شاكين في الريفت، لا، لان العميل عايز الحسابات بالهاب لا اكتر ولا اقل. بس احنا بنعمل حاجه كويس ان احنا ايه اتكلمنا في النقطه دي. انا مش لازم في الهاب ادخل احيطان من اول وجديد، هي الحيطان كده كده مرسومه، الحيطان كده كده مرسومه. فانا ممكن اعمل ايه، ممكن اجي هنا، انا كده الحيطان مرسومه والارضيه والابواب كل حاجه، هقول له اكسبورت. لو انا واثق ان كل شغل خلاص، الحيطان والابواب كل حاجه سليمه، تمام، واخرجه حاجه اسمها جي بي اكس ام ال، جرين بيلدينج اكسترنال مارك اب لانجويج. تمام، ده بياخد كل الشغل اللي هو الاوض والاتجاهات بتاعتها والفراغات وكل حاجه، ويبدا يديها هو، عشان فيها بعض الحاجات مش كامله. تمام، واقول له نيكست. تمام، بعد ما يكون كل المعلومات انا متاكد انها سليمه، هتلاقي في حاجات لسه ما اتعملتش، اول ما تدخل كل المعلومات سليمه، وده طبعا المفروض المعماري بيخلصها لك سليمه، بتخرج المعلومات ده في ملف اكس ام ال. ملف الاكس ام ال دوت ممكن تسحبه على الهاب، يعني في الهاب هتلاقي امبورت اكس ام ال، تبدا تشتغل عليه. تمام، ومش بس في الهاب، في برامج تانية كتير بتقبل الامتداد اللي هو اكس ام ال. تمام، طيب حد عنده اي سؤال قبل ما نخلص الكورس؟
طيب لو ما حدش عنده أسئلة، مهندس أشرف بقى هيتكلم مع حضراتكم في الكورس إن شاء الله. عموما أنا هقفل المايك وشمهندس أشرف بقى يتولى الموضوع. اتفضل يا باشمهندس أشرف. الله يكرمك يا باشمهندس.